السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة الصف السادس الإعدادي العلمي والأدبي. إحنا أخذنا في محاضرات سابقة 8 محاضرات تخص يونت 1. اليوم آخر محاضرة تخص يونت 1 وهي توب تيبس. توب تيبس أفضل النصائح. توب تيبس أفضل النصائح الطبية. راح ناخذ النصائح الطبية، هنا 10 نصائح الطالب لازم يحفظهن. راح ناخذ النصيحة الأولى. لو تلاحظ هذه الصورة، This is a girl, a little girl, daughter, Naya. She is sleeping now. We are talking about sleeping. إذن التب مالتنا about sleeping. How many hours do you have to sleep? كم ساعة المفروض الإنسان ينام؟ راح ناخذ التب الأول. On average, بمعدل 8 hours a night, 8 ساعات في اليوم is about right. هذا التب الأول بالوزاري، هذا صيغة الوزاري. شو راح يقول لك؟ imperative يعني صيغة الأمر، جيب جملة بها أمر. imperative to give advice، لتعطي نصيحة. الطالب أريده ما يخربط بين give advice إعطاء النصيحة و give advice اللي بالتبات. هذا ناشي يقول imperative أمر to give advice. إذا جاب لك الفراغ بهالطريقة average of 8 hours a night is about right، يعني 8 ساعات في اليوم في الليلة ينام الإنسان، هذا شيء حسن. لازم شو تقول له؟ لازم تقول له get، الطالب يكتبها بالدفتر، لازم get enough sleep. الطالب لازم يكتب بالفراغ get enough sleep. فش راح يصير؟ get enough sleep on average 8 hours a night is about right. هذا التب الأول يتكلم about sleeping. This little girl is sleeping now. How many hours? 8 hours. إذن get enough sleep، خذ قسطا من النوم ما يكفيك. On average بمعدل 8 hours a night is about right. التب الثاني، the second tip is about food. عندك bad food و good food، عندك bad diet و good diet. راح ناخذ ال good fats. الفاتس هو الدسم وعكسه versus عكسه ال bad fat. هذا balanced diet. What we are talking about؟ عن شنو راح نحكي التب؟ التب راح نحكي is about diet، عن الطعام. diet النظام الغذائي. diet هو النظام الغذائي. التب اللي الطالب لازم يحفظه فراغ. Make sure تأكد اضمن. You eat a lot of fresh fruit، تتأكد بأنك تتناول الكثير من الفاكهة and vegetables والخضروات. Avoid تجنب excessive amount، الكميات المفرطة. Excessive يعني a lot of يعني much. Amount of salt ملح، تجنب الكميات الكبيرة من الملح. Sugar and animals fat. إذا هنا الحكي ده يحكي على الفود. شرح لك بالوزاري imperative to give advice. انت شرح تجاوبه، لازم تدخل بالفراغ eat a balanced diet. شرح تجاوبه eat a balanced diet، راح تكتب تناول غذاء متوازن. eat a balanced diet. make sure تأكد. you eat a lot of fresh fruit and vegetables. avoid تجنب excessive amount of، تجنب الكميات المفرطة. 2 salt sugar and animal fat، الدسم الحيواني. tip number 3 what does this dish contain. هذا الطبق على ماذا يحتوي؟ which meal، على يا وجبة. you have three meals، ثلاث وجبات عندك. breakfast فطور، عندك lunch غداء، وعندك dinner. Which one is this؟ يا معون هذا، يا طبق هذا. Which one is this؟ Egg. This is egg. This is eggs. هذا البيض هنا. About dash فراغ is the most important meal، أهم وجبة. Is the most important meal، أهم وجبة of the day. Which meal is the important؟ يا ميل أهم وجبة. Imperative to give advice، لازم الطالب يعرف. ده نحكي على breakfast. very good. نذا فش راح ننصحه؟
راح النص حنقوله never miss breakfast. Never miss breakfast. لا تفوت وجبة الفطور. ليش؟ It's the most important meal. لأنها أهم وجبة of the day. إذن التب الأول عن النوم، التب الثاني عن الباد دايت والجود دايت، والتب الثالث about breakfast. لا تكتب له don't، قل له never miss breakfast. هو راح يعطيك الجملة هاي كاملة، أنت بس تخلي باللون الأخضر never miss breakfast. هنشوف tip number four. What are they doing? They are jumping. They are doing sport. هذول دي يلعبون رياضة. Practice something. يمارسون sport. يمارسون الرياضة. They are practicing sport. إذن what is the tip about? عن شنو راح يحكي التب؟ About sport. Very good. Ideally number four. Ideally يعني بطريقة مثالية. Ideally لأن ideal مثالي. Ideally do sport 3 times a week. مارس الرياضة 3 مرات بالأسبوع. For an hour. 3 مرات بالأسبوع لمدة ساعة. If you hate sport. إذا تكره الرياضة. Go for 20 minutes a walk. Walk وحدها يعني يمشي. A walk يعني جولة مشي. Drive يعني يقود السيارة. A drive يعني جولة بالسيارة. إذا بدنا نحكي عن الرياضة، عن السبورت، عن الرياضة، عن السبورت، لازم أقول له take مارس some exercise every day. مارس بعض التمارين الرياضية every day. Take some exercise every day. Ideally do sport. أنا هنا بالطبع ما طلع عندي كلمة ideally. هنا أنا خطأ بالطبع. Ideally do sport 3 times a week. If you hate sport. إذا تكره الرياضة تمارس الرياضة تكرهها. Go for 20 minute a walk. إذا تمارس الرياضة 3 مرات بالأسبوع هذا جيد. وإذا تكره الرياضة روح مشي 20 دقيقة every day يوميا. نجي هسه tip number 4 5. This is water. Drinking water. We are talking about water. Drinking water. Glasses after waking up. One glass 30 minutes before a meal. One glass before taking a bath. Bath يعني shower. حمام. One glass before. We are talking about water. We are talking about water. Look this boy. He's playing with the water. Water. We are talking about water. إذن التب مالتنا عن الماء. At least على الأقل letter and half. على الأقل letter ونصف اللتر. تشرب ماء معناته. At least على الأقل letter and half. Tea, coffee, and soft drink. الشاي, القهوة والمشروبات الغازية are not water. ليست مياه. إذن داي نحكي عليه من إحنا about water. إذن imperative. شو راح أقول الأمر؟ راح أقول له هنا drink plenty of water. Drink plenty of water. يعني اشرب الكثير. Plenty of يعني a lot of. يعني too much. الكثير من الماء. على الأقل at least letter and half. Tea, coffee and soft drink are not water. هذا التب number 5. الطالب لازم يحفظ التبات. Look this girl. What is she doing? She is brushing her teeth. She is cleaning her teeth. جاي تفرج أسنانها. Can you guess what is the tip about? تقدر تحزر عن شنو? What is the tip about? About teeth. Very good. Here about teeth. إذن التب اللي راح يجينا about teeth. Brush your teeth. السؤال راح يجيك and brush. Brush يعني this is she is brushing. Brushing تفرج الأسنان. Brush. أو نقول clean. And brush your teeth 3 times a day. Brush your teeth لو هنا قرب 3 times a day. 3 times a day لو هنا تقرب 3 times a day. Brush your teeth فرج أسنانك 3 times a day. الرياضة 3 times a week. التب القبله هنا تفرج الأسنان 3 times a day في اليوم. 3 times a day هسه هنا imperative to give advice. إذن شو تقول له
سي ذا دينتست، راجع طبيب الاسنان. احنا سي معناتها يرى، بس ما اعطوا الاسنان، قلنا راجع الطبيب، قلنا راجع الطبيب. سي ذا دينتست فور ريجولار تشيك ابس، راجع طبيب الاسنان. دينتست طبيب الاسنان، دينتست طبيب الاسنان. راح تمر عليك ايضا هذا بيونت 3 هاي الجمله كلمه. سي ذا دينتست فور ريجولار تشيك ابس، لفحوصات، فحوصات منتظمه دوريه. تقول له سي ذا دينتست فور ريجولار تشيك ابس اند، وهسه تبي تكمل، اند برش يور تيث 3 تايمز ا داي. اذا شو تقول له على الاسنان؟ سي ذا دينتست فور ريجولار تشيك ابس. اذا وي ار توكينج اباوت، وي ار توكينج اباوت برش ذا تيث، تيث. اوكي، I don't drink coffee. I take tea. Tea. My dear. We are talking about what we are going to talk about. عن شنو راح نحكي؟ ياتب about tea. Very good. About tea. Tea is better. شوف هذا الفراق. Tea is better than coffee. إذن عن ما راح نحكي؟ The difference between tea and coffee. لو يقرب هنا، لو يقرب هنا، tea is better than coffee. Tea is better. إذن we are talking about tea. راح نحكي عن التي والقهوة. داش فراغ. Tea is better for your heart. الشاي أفضل لقلبك. And even lower، وحتى يخفض، وحتى lower يخفض، يهبط يعني، your blood pressure. blood pressure ضغط الدم. الأطباء يكتبون BP، بالرمز الطبيبي يكتب BP، يقصد blood pressure. imperative، اعطيني أمر. tea is better، الشاي أفضل. إذا شنو اللي ممنوع أشربه؟ لازم لازم أكتب له don't drink too much coffee. لازم أكتب له أنا كطالب don't drink too much coffee، لا تشرب الكثير من القهوة. لا عاد تشرب، tea is better، الشاي هو أفضل. لمن أفضل؟ for your heart، لقلبك. وما عاد شو يسوي؟ and even lower، ويهبط your blood pressure. هذا التب السابع is talking about tea. okay، tip number 8، what is about، عن ماذا أتكلم؟ about cigarette، about smoking. Cigarette can kill us. Cigarette is the killer. Smoking cigarettes kill. Look at this knife. This is a knife. This is a knife. This is a knife. This is a knife. Cigarettes can kill us. And then we are talking about smoking. We are talking about smoking. Look at the tip 8. If you do، وإذا أنت تدخن، if you do، if you smoke يعني، if you do ask a doctor، استشر طبيب. وإذا تدخن استشر طبيب، for help، للمساعدة. بما المساعدة؟ with giving it up. give up، give up هذا phrasal verb، give it up الإقلاع عنه. if you do، what are you doing؟ what do you do؟ if you do، إذا التبش لازم شو أقول له؟ لازم أقول له don't smoke، لا تدخن. don't smoke، لا تدخن. if you do، وإذا تدخن ask a doctor، استشر الطبيب، راجع الطبيب. for help، للمساعدة، يا help. for giving it up. إذا number 8 is talking about smoking. talking about smoking. what about number 9؟ this is a doctor. This is a doctor. الجراح نسميه سيرجيان. الجراح سيرجيان. طبيب الأسنان dentist. جراح سيرجيان. طبيب الأسنان dentist. أما طبيب العيون oculist. طبيب العيون oculist. إذن we are talking about oculist، عن طبيب العيون. We are talking about our eyes، عن العيون. This is a machine for checking our eyes. This is a machine to check our eyes. Then we are talking about our eyes. لاحظ التب داش فراغ. Get them test، افحصهما. Get them test، اقصد على العيون. Get them test، افحصهما.
give them test. افحصهم once a year مرة واحدة بالسنة. نلاحظ الرياضة 3 times a week وتفريج الأسنان 3 times a day والعيون فحص العيون get them tested once a year مرة واحدة بالسنة. إذا بدنا نحكي على العيون لازم شو أقول؟ لازم أقول look after اعتني. look after اهتم. look after your eyes اهتم بعينيك. وبعد get them tested once a year افحصهما مرة واحدة بالسنة. The last one آخر tip is about vaccination التلقيحات vaccination free healthy caring and wise. We are talking about vaccination. This is a picture of a child of a child. This is a boy. This is injection حقنة injection of vaccination. Vaccination تلقيح راح نتكلم عن تلقيحات. 10 make sure تأكد هاي الكلمة دائما تنعاد عليك. make sure تأكد you are up to date with أنك تتحصن تتلقح يعني وأنك أخذت معناته your vaccination. vaccination تلقيحاتك. make sure you are up to date with vaccination تأكد أنك أخذت جميع تلقيحاتك. and take malaria medication and take malaria medication وعلاج ضد الملاريا medication كلمة medicine طب medical طبي medication علاج if necessary عند الضرورة. إذا we are talking about vaccination about vaccination لازم شو أقول له بالسفر دائما التلقيحات قبل السفر ابني. هسا الحجاج عندنا من الحون الحج لازم يسوي vaccination تلقيح. be safe when you travel لازم أقول له كن بأمان عندما تسافر. be safe when you travel شلون make sure تأكد لازم طالب يكتب بس هذا اللون الأخضر هو هذا يعطيك اياه بالوزاري. make sure you are up to date with vaccination and take malaria medication if necessary if necessary. عزيزي الطالب نكون الآن إذا الله سهل انتهينا مع التبات العشرة انتهينا مع التبات العشرة. إذا الله سهل أريد من الطالب أن يحفظ التبات العشرة لا يحفظ التب نفسيته يعني هذا ما مطالب بحفظه هو ولكن يحفظ هذا اللون الأخضر. ولكن إحنا خطأ الطالب اللي يريد 100 ما يصير نقول له تحفظهن نقول له احفظ التب كله. ليش أستاذ؟ لأن خاف تجيك الجملة كاملة بالوزاري تجيك جملة كاملة وياخذ منها فت كلمة مثل كلمة vaccination ياخذها كمعلقة يعلقها ضمن البرنامج المعلقات عندنا برنامج ياخذ هاي الجملة نصا مثل ما صارت السنة العام كلمة medication جابها 2017 جاب كلمة medication. لازم الطالب يعرف شكو كلمة هنا موجودة يحفظها. فش نقول للطالب حتى نختصر عليه الوقت نقول له احفظ هذه والأفضل أن يحفظ التب كله. فعندك 10 تبات عزيز الطالب أريد من عندك آني هاي 10 تبات أريد منك أن تحفظ يومية تب واحد أنت خلال اليونت كله اللي يستعرض الأستاذ المدرس أو المدرسة في الإعدادية أو الثانوية راح يستعرض يونت 1 خلال أقل شهر تقريبا for 3 weeks أتصور لمدة 3 أسابيع. فأنت يومية أحفظ لك تب يومية أحفظ لك تب واحد لا تجمع كلمة بيوم واحد تحفظهم يومية تب مع الصور. الصور راح تساعدك ابني مع الصور هاي الايدز المساعدات مالتك مع الصور راح تسهل عليك عملية الحفظ. نكون قد أنهينا المحاضرة 9 والحمد لله قد انتهى يونت 1 بأكمله. إن شاء الله بالمحاضرات القادمة سنباشر بإعطاء محاضرات يونت 2. Thank you very much والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.